الرسول الكريم بكل ما أوتي أيوة يخاطبه الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك من الناس من يعني من يمكن وصفهم بالغلاة، ما المقصود بالغلاة فضيلة الشيخ؟ الغلاة هم الذين المتطرفون، غلاة متطرفون بمعنى واحد، الإنسان الذي يكفر بدون دليل على التكفير من الغلاة، الإنسان الذي يكفر بالجملة من الغلاة، الإنسان الذي يقول لا تجوز المبالغة في محبة رسول الله، في ناس هيك بيقولوا من الغلاة. نعم، أي الذين يجنحون عن الوسطية التي رسمها لنا بيان الله عز وجل في المعتقد وفي السلوك، فالجنوح عن هذه الوسطية هو غلو، يعني إفراط أو تفريط. الفرق بين الغلو والإفراط أن الإفراط جنوح في الإيجاب، التفريط جنوح في السلب، أما الغلو فكلاهما اسمه غلو. الجنوح في الاثنين معا. أيوة اسمه غلو. الفرق الإسلامية قديما وحديثا، وموقف الإسلام، ومن ثم المسلمين في عصر الصحابة والتابعين فضيلة الشيخ، هذه واحدة من الأمور أيضا شديدة الأهمية. نحن ينبغي أن نعلم، أقول للأخوة المشاهدين، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر الصحابة ظهرت اجتهادات جانحة في الأمور الاعتقادية. هذه الاجتهادات الجانحة توالد بعضها من بعض، فوجد ما يسمى الفرق الإسلامية. يعني مثلا المعتزلة فرقة سبب جنوح الغلو الذي كنت تسألني عنه، الجهمية، المرجئة، نعم، الحشوية، القدرية، الخوارج، هذه فرق شردت عن الوسطية الإسلامية ومعروفين، نحن المجال الحديث عنهم بشكل تفصيلي غير ميسر الآن، لكن المهم هو لعلك تريد أن تسألني ما هو موقف المسلمين تماما، ما ما هو موقف موقف الصحابة الإسلام، منهم. الإسلام والمسلمين، وخاصة في عصر الرسول الكريم وفي عصر تمام، عصر الرسول ما كانوا الصحابة موجودين، والتابعين، بس في عصر الصحابة وجدوا، في عصر التابعين وجدوا. لم يوجد من الصحابة من كفر واحدا منهم، لم يوجد في التابعين ولا تابعي التابعين من كفر واحدا منهم، في حين أن المعتزلة كان يكفر بعضهم بعضا، لكن أهل السنة والجماعة يعني جمهور المسلمين لم يكفروا المعتزلة ولا الخوارج ولا الجهمية ولا المرجئة ولا لم يكفروا أحدا أبدا. لماذا؟ لأنهم كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والقاعدة أن الإنسان هو الذي يحكم على نفسه بالكفر أو بالإسلام، فزيد من الناس هو الذي يكفر نفسه إن شاء أو يحكم لنفسه بالإسلام إن شاء. أنا لا أستطيع أن أدخل في قلبه وأقول لا أنت لست كذلك. ولذلك الصحابة ما دخلوا في قلوب وأفئدة هؤلاء هذه الفرق أبدا، وما كفر أحد منهم نهائيا. لاحظ الخوارج، الخوارج كم آذوا سيدنا علي رضي الله عنه، خرجوا عليه وهم الذين قتلوه. سأله أحد أصحابه، أصحاب سيدنا علي، عن الخوارج، من هؤلاء؟ فقال، يعني يريد أن يقول أن هؤلاء كفار ولا شو، فقال هم إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. هذا المعتزلة قاموا وأساءوا إلى الإمام أحمد إساءة بالغة في عهد المأمون كما تعلم، ودفعوا باتجاه سجنه، سجنوا وآذوا يعني
وذي إيذاء شديدا. في عهد المتوكل ارتفع هذا البلاء عنه، في أحد أصحابه تلامذته قال يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة، ادعو الله على ابنه هو اللي سبب لك هالشيء كلاته. فقال له ماذا يفيدك أن يعذب أخوك يوم القيامة في النار؟ وأخذ يدعو لابن أبي دؤاد بالمغفرة بالهداية بالمغفرة كذلك. نعم، بأن يهديه الله وأن يغفر له. الحاجة أن تستضيء قلوبنا بهذه المنعشات مما جاء به الإسلام. يعني كلام الإمام أحمد، هل الإمام أحمد يعتقد اليوم بعض الناس أنهم أتباع له بيسمون الحنابلة؟ يا ريت يتبعوا الإمام أحمد في لطفه في سمو أخلاقه، وهو نهل من اجتهادات المجتهدين. نعم، الذين سبقوا من الأئمة الكبار، يعني نهل منهم جميعا. نعم، وقارب وقاطع وكان الإمام أحمد وكان يأخذ أحيانا بالأيسر، لا مو أحيانا، وأحيانا بما يجمعون عليه. شوف الكريم، هلا في خلاف لما يظنه الناس، دعك من باب العبادات، هو في العبادات قد يشدد، لكنه في المعاملات الأحكام الشرعية التي تعلق في المعاملات، العقود، البيع، الشراء، الأحكام الدولية، نعم، علاقة المسلمين بعضهم، يأخذ بأيسر ما يأخذه الآخرون. نعم، كي يجعل معاملات الناس تسير بسلاسة وتسير باللين المطلوب الذي يجعل الحياة يعني تنتعش وتعطي ثمارها. إذن الفرق الإسلامية قديما وحديثا عرف الإسلام هذا اللون من الفرق، طبعا أنا سألت وبعضها كانت في منتهى المغالاة، ومع ذلك حدثتكم عن الفرق حديث قديما، لكن الفرق الحديث شأنها شأن القديم. كما أن المسلمين لم يسعهم أن يكفروا أي من تلك الفرق، فالمسلمون أيضا الفرق الموجودة في هذا العصر هم الذين يحكمون لأنفسهم أو على أنفسهم. إذا أي شخص من هذه الفرق قال والله هو كافر، خلص هو حكم على نفسه. صحيح. إذا قال أنا مسلم هل يسعني أن أقول له لا أنت لست مسلما؟ قوله أنا مسلم يعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. نعم. هناك بعض أيضا القضايا يعني التي يمكن التوقف عندها. أهل الكتاب، هل البعض يقولون بأن أهل الكتاب من غير الإسلام ينطبق عليهم ما ينطبق على الكفار؟ يعني كفار مثلا، هكذا البعض. انظر يا أخي الكريم، نحن بدأنا حديثنا في تعريف كلمة الكفر لغة واصطلاحا، وقلنا أن الكفر في معناه العام اللغوي إنكارك لشيء ما كفر به، ومن ثم يعني الساتر أيضا يسمى كافرا لأنه يخفيه فكأنه أنكره. طيب، إذن كلمة الكفر كلمة نسبية، كلمة نسبية، يعني الكافر هو الذي ينكر أمرا ما في اعتقاده. فنحن ننكر أشياء، نحن المسلمين ننكر ما يخالف الإسلام، نحن كافرون بها أم لا؟ كافرون بها. وناس آخرون ينكرون أيضا أشياء تخالف معتقداتهم، هم كافرون بتلك الأشياء التي ينكرونها. باري عز وجل، إذن مغايرتهم لما يعتقدون هم به هي التي تحدد كفرهم. كلمة كفر، وكفرهم هو قياس لدينهم وليس قياس لدين آخر. لا أرجو هكذا يعني، أرجو المسألة أن أبلور هذه الكلمة بشكل أكثر، لأن بعض الأخوة يمكن ما استبان لهم. الآن كلمة الكفر تعني الإنكار، فإذا أنا أنكرت شيئا ما فأنا كافر به، أليس كذلك؟ القرآن ماذا يعلمنا أن نقول للمشركين؟ وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن يقول لي القرآن أنني كافر لكن بشرك المشركين. واضح كيف؟ في مؤتمر من المؤتمرات في بروكسل كنت موجودا فيه، وفي جلسة في غداء عمل كان بعض رجال الدين المسيحيين
في كاردينال اسمه أرينز رجع في فترة من الفترات للبابوية، كنا نجلس فقال لي أثناء الكلام، قال أنتم تنعتوننا بالكفر. قلت له كلمة الكفر كلمة نسبية، ما معنى الكفر؟ معنى الكفر الإنكار. ألستم تنكرون أمورا فيما يتعلق بمعتقداتنا الإسلامية؟ إذن أنتم تكفرون بهذا الذي تنكرونه، ونحن أيضا نكفر بما تنكرون، بما يعني يخالف ديننا فيما تعتقدونه أنتم. فالمسألة النسبية يعني ما فيها شيء، ضحك وقبلها. المشكلة منين تجي؟